تاخد درس جغرافيا. ما هو ما يصحش برضه يا حماده تخش عليا الحمام وانا بستحمى البرد يعني يلفحني. يا الواد الوحيد ما دخل من غير ما يغسل وشه. وخلاص بقى احنا كل يوم في العرب بتاعكوا ده. ده ايه العيال المجانين دي؟ انا بقول لك تخش عليا بس ما تخشش. نزل فوق كده. انا كنت بقول لك تروح تتعب. انا كنت بقول لك ما ينفعش يا حماده تخش عليا. ازيك يا عم تحسين؟ ازيك يا عطوفه؟ ازاي يا ابوك؟ الحمد لله. كويت القميص الكروي.